أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مطالبة الحكومة بإيقاف عمل البعثة الأممية في محافظة الحديدة. قالت الحكومة اليمنية أن اتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة ومينائها أصبح غير قابل للتنفيذ، مؤكدة أن الميليشيا لا تلتزم بالعهود والمواثيق. يأتي ذلك عقب وفاة العقيد محمد الصليحي ضابط الارتباط في إطار عمل بعثة الأمم المتحدة متأثرا بإصابته برصاص ميليشيات الحوثي في الحديدة. وطالب الحضرمي بإيقاف عمل البعثة الأممية في الحديدة حتى تتم محاسبة قتلة الصليحي ونقل مقر البعثة إلى مناطق محايدة في محافظة الحديدة وتحريرها من قبضة الحوثيين. إذا نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مصير اتفاق الحديدة بعد مطالبات الحكومة بوقف عمل البعثة الأممية، وفرص الحكومة الشرعية لمرحلة ما بعد اتفاق الحديدة. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. اتفاق لم يعد قابلا للتنفيذ. بهذه الكلمات اختصر وزير الخارجية محمد عبدالله الحضرمي مصير اتفاق ستوكهولم بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي. تأتي تصريحات الحكومة فقط بعد أيام من إعلان مقتل العقيد محمد الصليحي ضابط الارتباط من الجانب الحكومي لدى بعثة الأمم المتحدة في الحديدة متأثرا بإصابته نتيجة استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي قبل أشهر. تداعيات مقتل الصليحي دفعت الحكومة الشرعية أيضا إلى المطالبة بإيقاف عمل البعثة الأممية في الحديدة حتى تتم محاسبة المجرمين ونقل مقرها إلى مناطق محايدة في الحديدة. غياب الأمم المتحدة عن قيامها بواجب التنديد والاستنكار للجريمة دفع المتحدث باسم الحكومة الشرعية راجح بادي إلى وصف موقف المبعوث الأممي مارتن جريفيث بالمتخاذل بعد أن بات عاجزا تماما عن قول ولو جزء بسيط من الحقيقة. اتهم بادي المبعوث الأممي بأنه يحاول تسويق نفسه للأمم المتحدة والعالم من خلال الحديث عن نجاح اتفاق الحديدة، وهو الأمر الذي لم يحدث، واصفا إياه باتفاق الوهم. وأمام جملة التحديات التي تواجه اتفاق الحديدة، وضعت الحكومة الشرعية شروطا لعودة عمل فريقها الحكومي مع الأمم المتحدة، تمثلت في المطالبة بتأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام ونقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد، إلى جانب فتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة. وفيما يرى مراقبون أنه من الصعب على الأمم المتحدة إقناع الميليشيا بضرورة الاستجابة لشروط الحكومة، وهو أمر إن حدث فإنه قد يصب في صالح الحكومة للتملص من التزاماتها حياله والبدء بترتيب خطواتها لمرحلة ما بعد اتفاق الحديدة. إذن نبدأ النقاش مشاهدينا، وأرحب بضيفي من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. دكتور مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك دكتور. الحكومة تطالب بوقف عمل البعثة الأممية في محافظة الحديدة، يعني هل يعني هذا الأمر فشل اتفاق الحديدة كليا؟ طبعا هو الإعلان لا يعني الفشل، الفشل كان سابقا للإعلان، لأن اتفاق ستوكهولم محدد بثلاثة أسابيع، يعني فيما يخص جانب الانسحاب من الحديدة، الانسحاب من الميناء، ثم الانسحاب من المدينة، ثم الانسحاب من المحافظة، بالإضافة إلى الشروط الأخرى أو البنود الأخرى الواردة في الاتفاق، من رفع الحصار عن تعز، من فتح الممرات الإنسانية ونزع الألغام وما إلى ذلك. يعني أنت قل لي ما هو البند الذي نفذ؟ أهم ما في الأمر أن الاتفاق كان مزمنا بفترة تقل عن شهر واحد، يعني الاتفاق كان في نهاية العام 2018، نحن الآن في 2020 ونقترب من نصف العام، بمعنى أنه هناك أكثر من عام ونصف مضى على الاتفاق، والاتفاق مزمن بأقل من شهر. وأحد شروط الاتفاق هو التزمين، بمعنى أن الاتفاق انهار يوم أن تجاوز المدة الزمنية المحددة. لكن في حينها نذكر أن مارتن جريفيث قال بأن المدة الزمنية يعني من الصعب الالتزام بها. قلنا إذا خيرا، ما هو الحد الزمني الآخر الذي يمكن أن يحدد؟ قال مارتن جريفيث بأن الأجل غير مسمى، وهذا يعني شيئا أكثر من إعلان فشل الاتفاق وإعلان فشل المبعوث الدولي في تطبيق هذا الاتفاق. نعم، لكن هناك يعني ضحية وهو العقيد الصليحي الذي قتل أثناء أدائه لمهامه في محافظة الحديدة. يعني ما دوافع الحكومة بعد إعلان
أو إعلانها هذا الأخير؟ يعني هي فقط ستكتفي بأن يأتي المبعوث الأممي إليها مرة أخرى ويداريها من جديد، ومن ثم يعودون لمواصلة هذا أو هذه الجلسات على نفس النسق القديم؟ أخي العزيز، يعني صراحة الحوثيون هم عندما يكونون أقوياء فإنهم لا يلتزمون بأي اتفاق دولي، هذه حقيقة. وعندما يستفيدون من الاتفاقات الدولية فإنهم يقولون بأنهم يحترمون هذا الاتفاق. هم مستفيدون من اتفاق الحديدة بلا شك، لأنه جمد الجبهة، وهي جبهة مهمة، يعني يمكن لو استمرت أن تؤدي إلى تحرير مدينة أميناء الحديدة، وهذا زخم سياسي وعسكري ميداني واقتصادي مهم بالنسبة للحكومة، واستفادوا أيضا بنقل يعني ميليشياتهم إلى أماكن أخرى كما هو معروف، وجبهات أخرى. الحكومة أخي العزيز عليها إذا أرادت أن تتحرك فلا توجد قوة في العالم يمكن أن تمنعها. لماذا؟ لأن الشرعة الدولية معها، القرارات الدولية معها، القرار 2216 ينص على ضرورة استعادة الحكومة اليمنية لكافة أراضيها، وعلى وجوب انسحاب الميليشيات من كافة المدن والقرى التي دخلتها، وعلى وجوب تسليم السلاح، وعلى 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 نصوص كلها في صالح الحكومة. وبالتالي يعني لا يمكن لاتفاق ستوكهولم أن يكون حجر عثرة أمام، إذا أرادت الحكومة إذا كانت قوية على الأرض أن 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 تنفذ الإجراءات العسكرية الكافية واللازمة لردع الحوثيين وتحرير مدينة الحديدة. أعتقد هذه الأيام الذي يتعلل بالمواثيق الدولية وبالمعاهدات وبالاتفاقات هذا شيء طيب، لكنه للأسف الشديد نعرف أنه لا يصدر إلا عمن لا يستطيعون أن يتحركوا على الأرض. نعم، إذن دكتور تكرم بالبقاء معي، وأرحب بضيفي من بيروت الناشط السياسي طالب الحسني. سيد طالب، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام وبضيفك. أهلا بك سيد طالب. يعني نتساءل هنا برأيك، من هو الطرف المسؤول عن وقف عمل البعثة الأممية في محافظة الحديدة؟ نعم، أولا يا سيدي العزيز، كما يجب على الأمم المتحدة والبعثة أن تعقد مؤتمرا صحفيا وأن تتحدث عن المسؤول. يعني لا يترك تحديد المسؤول على الأطراف، كل طرف بالفعل سيقول أن الطرف الآخر هو المسؤول. بالتالي هنا الحلقة الغائبة أن الأمم المتحدة ليست واضحة في إجراءاتها وليست واضحة في كل شيء، مع العلم أن اتفاق السويد هو ليس اتفاقا أبديا، هو كان اتفاقا مرحلي، كان يجب أن يأتي بعد اتفاق السويد ووقف إطلاق النار في الحديدة، والذي هو يدخل في إطار ايضا بناء الثقه. كان هذا الاتفاق نعم، لكن الا يعد قتل اللواء الصليحي يعني سببا كافي لاعتراض الحكومه وايقافها المشاركه في البعثه الامميه؟ انت تتحدث عن جهه لا تمتلك القدره على القرار او تنفيذ هذا القرار. نحن نعلم يقينا ان نفس ما هذه الحكومه او الشرعيه المزعومه لا تستطيع ان يعني أن تكون صاحبة قرار. صاحب القرار هو السعودي أو الإماراتي بكل تأكيد، والأمم المتحدة لا تناقش في اتفاق سويد عبد ربه منصور هادي، هي تناقش السعودية. حتى اتفاق سويد مبدئيا يعني كان عبد ربه منصور هادي ومجموعته رافضين أن يوقعوا، وفي ستوكهولم كانوا يرفضون، نحن كنا متواجدين يعني، كانوا لا يريدون، وانسحب العامري وكان هناك يعني نقد شديد، ولم يكونوا يريدون أن يوقعوا، وجاءت أوامر المسؤولين. بعيدا عن الشرعية سيد طالب، يعني نتحدث نحن عن الاتفاق، يعني سبب عرقلة هذا الاتفاق أو عفوا سبب عرقلة عمل هذه اللجنة، يعني أن يتم قتل أحد أفراد هذه اللجنة، ألا يعد الطرف المرتكب لهذا الفعل هو المتسبب الرئيسي والأساس في إيقاف عمل البعثة الأممية؟ المنطقة التي تتحدث عنها منطقة المفترض أن تكون ساحة الاتفاق، منطقة تتعرض دائما للاشتباكات والخروج من الطرفين الحقيقة. يعني الطرف الآخر أيضا
أسقط الكثير من القتلى بينهم حتى مدنيين ومن الشهداء في الجيش والجنة الشعبية. يعني لا أحد يستطيع أن يقول أن هناك طرف وحيد هو يطلق النار والطرف الآخر لا يطلق النار. هناك فروق في الجملة تحصل، أنا سأقول لك بكل وضوح، تحصل من الطرفين وبالتالي يسقط قتلى. وكما طيب بعيدا عن الخروقات، يعني لو أتينا حتى إلى صلب الاتفاق، يعني هناك بنود واضحة، يعني منذ أن تم التوافق على يعني مسألة أو قضية الاتفاق ستوكهولم والحديدة، يعني هناك بنود واضحة ويعني معروف أنها قوبلت بالرفض من قبل ميليشيات الحوثي، يعني كيف يفهم هذا الأمر وهي بنود واضحة يعني لو نظرنا إليها؟ طيب من الذي يقول أنها قوبلت بالرفض؟ الذي يقول عنها هو الطرف الآخر. أنتم مثلا تقولون أنا أريد أن أسمع الأمم المتحدة تقول أن الطرف رفض، وبالتالي المجتمع الدولي كله سيكون مع الأمم المتحدة وسيحمل الطرف الآخر. لا يعني أنا لا أستطيع أن أقول لك الآن حقيقة صحيح ما تقوله، لا يجب أن تقول الأمم المتحدة أن طرف من الأطراف يرفض الاتفاق. الآن أنت تقول هناك طرف رفض، أو يعني تريد أن أقول أنا أن أنصار الله والقوى الوطنية والجيش واللجان الشعبية التابعين لحكومة الإنقاذ الوطني والمجلس السياسي في صنعاء يرفضون، هذا غير صحيح. يعني يجب أن تقول الأمم المتحدة ذلك ثم تتخاطب. طيب جميل، إذن ابقى معي سيد طالب، تكرم بالبقاء معي سيد طالب. أعود للدكتور محمد شميح، يعني دكتور لعلك استمعت لحديث ضيفنا الناشط السياسي طالب الحسني، هو يتحدث بأن إذا كان هناك من طرف متسبب في عرقلة عمل البعثة، الأمم المتحدة هي من تحدد الطرف المتسبب في أي عرقلة، وليس يعني الإعلام أو المتابعين أو المحللين. طبعا أخي الكريم، يعني الاتفاق كان واضحا، يعني بالإشارة للأمم المتحدة عندما قال الحوثيون بأنهم نفذوا الاتفاق وألبسوا عناصرهم عناصر الميليشيات الحديدة زي الشرطة والأمن، وألبسوا أيضا عناصر ميليشياتهم زي خفر السواحل، وقالوا إنهم نفذوا الاتفاق. قال الأمين العام، مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا البيان لا زال منشورا حتى هذه اللحظة باللغتين العربية والإنجليزية، بأن ما تم ليس تنفيذا للاتفاق، وأن الأمم المتحدة لا تقر ذلك لأنه لم يكن بإشراف اللجنة المكلفة بالإشراف على الانسحابات وعلى تطبيق اتفاق السويد. هذا نص كلام الأمم المتحدة. ثم إن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي في موضوع آخر حمل الحوثيين صراحة وسماهم مسؤولية عرقلة وصول المواد الإغاثية، وهي داخلة طبعا ضمنا في اتفاق السويد فيما يخص الجوانب الإنسانية. عرقل الحوثيين هم الذين يتحملون مسؤولية عرقلة وصول المواد الإغاثية الإنسانية إلى مستحقيها، لدرجة أن برنامج الغذاء العالمي يهدد بالانسحاب من اليمن أو بتعطيل أو توقيف عمله في اليمن، لأنه لم يعد بإمكانه الوصول إلى المستحقين لهذه المساعدات بفعل السرقات وبفعل المستقطعات وبفعل الإتاوات التي يفرضها الحوثيون على هذا البرنامج أو على المواد الغذائية التي يقدمها البرنامج. فيما يخص ما ذكره الضيف الكريم من أن هذه الحكومة التي قال نسميها الشرعية أو تسمونها الشرعية لا تملك القرار، لماذا إذن يذهب الحوثيون للتوقيع معها؟ ما الذي وقع الاتفاق؟ السعودية والإمارات أم الحكومة الشرعية؟ كان يفترض ما دام أن الحوثيين لا يعترفون بشرعية هذه الحكومة، فالسؤال المنطقي لماذا وقعتم معها اتفاق السويد؟ الذين وقعوهم ممثلو الحكومة الشرعية. هذه حكومة من حق الحوثيين أن ينكروا شرعيتها، لكن أيضا هي حكومة يقول العالم كله بأنها حكومة معترف بها دوليا، والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة يمثل اليمن فيها مسؤول حكومي ينتمي للحكومة الشرعية ولا ينتمي للسلطة في صنعاء التي تمثل أمام العالم والقرار الدولي 2216 سلطة انقلاب لا يعترف بها أحد، حتى الذين يدعمونهم لا يجرؤون على اعترافهم بشكل واضح. ومع ذلك فأنا بالنسبة للمسؤول والمتسبب عن الإخفاق في اتفاق ستوكهولم، أعتقد أن الحوثيين هم السبب في ذلك، لأن الاتفاق ينص على انسحابات لم تتم،
لان الاتفاق ينص على سحب الغام لم نزع الغام لم تنزع، ينص على فتح ممرات انسانيه لم تتم. الحوثيون استهدفوا ضابط الارتباط الشهيد محمد صليحي رحمه الله، وضيفك الكريم لمح الى انه ربما يعني لا يعرف من هو الطرف الذي قام بهذه الجريمة. يعني هل يمكن أن نتصور أن الحكومة الشرعية هي التي قتلت ضابط الارتباط وهو ضابط ينتمي إليها؟ على كل يعني الحوثيون من حقهم طبعا كجماعة انقلابية أن يدافعوا عن موقفهم، لكن الشمس واضحة في وضح النهار كما يقال. هم الذين يعطلون الاتفاق. القرارات الدولية منذ القرار الأقوى 2216 يحملونهم مسؤولية، القرار الأخير للمجلس الأمن الدولي حملهم مسؤولية إعاقة الإغاثة الإنسانية والمعونات المقدمة للمتضررين. برنامج الغذاء العالمي والدول المانحة هددت بقطع مساعداتها لليمن بسبب الحوثيين الذين يتاجرون بهذه المساعدات. أخي العزيز، يعني هناك مقولة تقول كثرة البراهين تضجر الحقيقة، يعني هناك حقائق واضحة لا تحتاج إلى براهين. نعم، إذن وضحت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد جميح المحلل السياسي اليمني، كنت معنا من لندن. وأرحب هنا بضيفي من اسطنبول الصحفي مصعب عفيف. سيد مصعب مساء الخير. نعم، إذن يبدو أن السيد مصعب لم يجهز بعد. أعود لي ضيفي من بيروت الناشط السياسي طالب الحسني. سيد طالب، لعلك سمعت لي حديث الدكتور محمد جميح، يعني أنت تحدثت بأنه أو أن هذه الحكومة ما تسمونها بالشرعية، وأنكم يعني في حوار أو في تفاوض مع الإمارات والسعودية وليس مع هذه الحكومة الشرعية. يعني يتساءل الدكتور جميح، إذن لماذا تحاورتم معها ووقعتم معها أكثر من اتفاق؟ سيد طالب، هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أننا فقدنا أيضا الاتصال بضيفنا طالب الحسني الناشط السياسي، كان معنا من بيروت. سيتم معاودة الاتصال به مرة أخرى. إذن مشاهدينا، نتحدث اليوم عن إعلان الحكومة. هو كان إعلان واضح من قبل الحكومة الشرعية بإيقاف عمل البعثة الأممية بعد مستجدات كثيرة، منها مقتل العقيد محمد الصبيحي خلال الأيام أو محمد الصبيحي خلال الأيام الماضية، وهو خرق واضح للاتفاق واستهداف لعضو أساسي في البعثة الأممية في محافظة الحديدة. إذن معنا الآن من اسطنبول الصحفي مصعب عفيف. سيد مصعب، هل تسمعني؟ نعم، أهلا. أهلا بك سيد مصعب. يعني فشل لاتفاق الحديدة وفق البيان الحكومي الأخير، يعني هل كان هذا الأمر متوقعا؟ نعم، بكل تأكيد. في الحقيقة، أولا حين نتحدث عن الفشل، فاتفاق الحديدة فشل منذ اليوم الأول، والموقف الحكومي الأخير هو كان نتيجة طبيعية لما حدث، أن جماعة الحوثي بلغت مداها في اختراق هذا الاتفاق او بجاحة مهاجمة البجاحة في مهاجمة حتى فريق المراقبة الذي تشرف عليه الأمم المتحدة بشكل مباشر. استهداف احد ضباط الارتباط هو ضربة او رصاصة أخيرة في الحقيقة لهذا الاتفاق، وليس دليلا على ان جماعة الحوثي لن تنفذ الاتفاق فقط، بل انها تطورت لتهاجم حتى فريق المراقبين الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. مقتل الصليحي بكل تأكيد هو ضربة أخيرة لاتفاق الحديدة، وموقف الحكومة اليمنية بتعليق أعمالها المشاركة في هذا الاتفاق كان يجب أن يتخذ هذا القرار منذ وقت مبكر. نحن اليوم نتحدث عن أكثر من عام ونصف على هذا الفشل في الحديدة، الفشل الأممي الذي يتحمله بدرجة أساسية المبعوث الأممي مارتن غريفيث. نعم، طيب، يعني هو فيما يتعلق بالمبعوث الأممي، يعني كيف تقيم دور المبعوث الأممي خصوصا فيما يتعلق بعمل البعثة و يعني المستجدات التي يعني تصل بين فترة وأخرى، وآخرها
قتل ضابط الارتباط العقيد محمد الصليحي. نعم بكل تأكيد. الاتفاقات السياسية التي عقدت في اليمن تحت إشراف أو برعاية المبعوث الأممي مارتن جريفيث فشلت جميعا. هذا الرجل منذ توليه لمنصبه لم يجد سوى القفز خطوات إلى الأمام قبل تنفيذ الاتفاقات السابقة. نحن اليوم نتحدث عن أكثر من 3 إلى 4 اتفاقات داخل الحديدة فقط ما بين فترة وأخرى يعلن مارتن جريفيث عن تنفيذ أو عن اتفاق جديد على التنفيذ واتفاق جديد للتهدئة واتفاق آخر لنشر فرق المراقبة، كلها على الأرض لم يتم أو لم يلمس سكان الحديدة أي من هذه الاتفاقات. أيضا بالنسبة لملف الأسرى والمعتقلين، كما هو معروف هناك منذ إعلان اتفاق ستوكهولم هناك 3 إعلانات كان آخرها الشهر الجاري. كل هذه الاتفاقات لم تنفذ، ما يعني أن الرجل فشل في الحقيقة، فشل كبير، فشل أكثر مما فشله المبعوثون السابقون وهم إسماعيل ولد الشيخ وجمال بن عمر. هذا الرجل فشله كان أكبر من المبعوثين السابقين، لكن الثقل البريطاني داخل مجلس الأمن هو ما يسمح له بالبقاء في منصبه حتى اليوم. نعم، إذن أشكرك جزيلا الصحفي مصعب عفيف، كنت معنا من اسطنبول، وعاد إلينا مرة أخرى الناشط طالب أو الناشط السياسي طالب الحسني من بيروت. سيد طالب، هل تسمعني الآن؟ لا ما أسمع. أهلا بك من جديد. يعني كان هناك حديث للدكتور محمد الجميح وهو علق على ما طرحته أنت بأن يعني هذه الحكومة التي تسمونها بالشرعية والتي لا تحمل أي شرعية، وأن ما يدور من تفاهمات واتفاقات هي تعتبر مع السعودية والإمارات وليس مع حكومة توصف بالشرعية، وهو يتساءل يعني لماذا تحاورتم معها ولماذا وقعتم معها الكثير من الاتفاقات في مراحل سابقة؟ هذا لا يعني أن الجلوس مع الحكومة هو الاعتراف بشرعيتها، مثل ما هم أيضا لا يعني أن جلوسهم مع العاصمة صنعاء هو اعتراف بشرعية صنعاء. كلا لا يمكن أن يمرر هكذا العفوية. هي طرف وهؤلاء طرف في مفاوضات السلام وعلى طاولة المباحثات السياسية، هكذا تحسن الأمور، لا تحسن بأن كل طرف يعترف بالطرف الآخر. هذا هو يحسن كأي مفاوضات يعني لا في اليمن ولا في غيره، ما لا يعني أن هناك اعتراف بها. ولكن أيضا لا يعني هذا أن عبد ربه منصور هادي ومجموعته وما تسمى الشرعية ليست جزءا من التحالف، هي جزء من التحالف. هي تقول ذلك، هي تقول أنها جزء من التحالف وأن هذا التحالف هو كان مساعدنا ومن يمتلك القرار. لا أحد يمكن أن يغالط العالم ويقول أن من يمتلك القرار هو عبد ربه منصور هادي وليس محمد بن سلمان وليس خالد بن سلمان. هذا كلام لا يمكن أن يعني لو كانوا يمتلكون القرار لكان هذه في عدم، يعني لا يستطيع، هذا أمر لا يمكن المرور عليه. يعني طيب سيد طالب، يعني إلى أي مدى اليوم طيب سيد طالب إلى أي مدى اليوم يمكن أن ينجح الحوثي في الحفاظ على محافظة الحديدة تحت سيطرته، خصوصا يعني بعد إعلان الحكومة انتهاء اتفاق الحديدة ونيتها استعادة المدينة؟ المرة الأولى التي يعلق هذا الفريق المخارجة أو المباحثة، وأنا أقول يعني حقيقة يعني الجميع يقول لك أن الأمم المتحدة جاءت وأنقذتهم، لا بالعكس، هي جاءت ووقفت حد لفشل كبير جدا. يعني هل تتصور أن الإمارات والسعودية ستتخلى في وقت قياسي وبعيد جدا عن السيطرة على مدينة الحديدة أو على مناطق مهمة في مدينة الحديدة؟ أبدا. أنا لا، يعني نحن كنا نتحدث عن معركة هائلة وقتنا معركة كبيرة تم التحضير لها، ولكنهم في نهاية الأمر لم يكن سريعا. نحن تحدثنا يعني لم يأتي اتفاق السويد إلا بعد معارك طحنة اليوم، يعني اليوم وحقيقة هذا ما سيحصل وستكون تماما. إذا تم انطراف اتفاق السويد لن يكون لمصلحة الطرف الآخر. الطرف الآخر هناك انسحابات متتالية، هناك انسحابات للسودانيين، هناك انسحابات لجزء كبير جدا مما يسمى العمالقة، هناك اشتباكات بين طارق عطاش وبين مجموعة التهاني أو ما يسمى النخبة التهامية التي تقاتل. هناك صراع، هناك ضغط. الطرف الآخر، طرف
الجيش والجهة الشعبية هو يعد عسكريا، هو يعلم تماما أن هذا الاتفاق ليس لن ينجح بصورة أبدية، هو كان اتفاق مرحلي ليس يعني لا طبيعة هذا الاتفاق لا تدعمه قادر أن يصمد أمام هذا الوقت الطويل جدا. وغريب أنه صمد حتى الآن، يعني رغم أنه هناك اشتباكات وهناك، لكن هناك إعدادة عسكرية أكيد. سأقول لك بكل وضوح، الحديدة بالنسبة لصنعاء هي معركة كسر عظم، هي معركة مهمة لا يمكن التخلي عنها على الإطلاق، لا يمكن التخلي عنها مطلقا. وهناك إعدادات عسكرية الطرف الآخر ربما لا يدركها، ولكن هناك إعدادات عسكرية هائلة. نعم، يعني إذن وضحت الصورة. الأولى من مهاجمة الحديدة، وهي أقوى المعارك التي خوضت، يعني أقوى المعارك يعني إعدادا ومعدة، سجلت بعد خمسة أشهر أو ستة أشهر. ما سيأتي من صمود ومن مواجهة هي وضحت الصورة سيد طالب، وربما ستكون كذلك. نعم وضحت الصورة سيد طالب الحسني. سيد طالب أشكرك جزيل الشكر، الناشط السياسي طالب الحسني كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك، ونكتفي مشاهدينا بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.